بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك كما كتلاحظوا هنا في هذه الفقرة هذه سنهتم بمفهوم من المفاهيم الأساسية بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، ألا وهو مفهوم المتجهة، لا نوسيون دي فيكتور. دونك ولكن قبل ذلك سأحاول تذكير ببعض العلاقات المهمة، وخاصة طريقة إنشاء متوازي الأضلاع، لأن كما شفتوا في الدرس فإن مفهوم المتجهة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المتوازي الأضلاع. دونك التعريف ديال المتوازي الأضلاع كما عرفنا هو عبارة عن رباعي كل ضلعين متقابلان فيه متوازيان. دونك هذا هو التعريف. وبالنسبة للخاصيات التي تميزه هناك عدة خاصيات، ومن بين الخاصيات التي نرتكز عليها كذلك في الإنشاء الهندسي هي أن كل ضلعين متقابلان فيه متقايسان. دونك هناك طريقتان للإنشاء، غادي نهضر عليهم دابا في الحصة هذه، لإنشاء متوازي الأضلاع. يا إما كنستعمل التعريف هو عبارة عن رباعي كل ضلعين متقابلان فيه متوازيان، دونك نعتمد على التوازي، أو لا غادي نعتمد على الخاصية المميزة ديالو أن كل ضلعين متقابلان فيه متقايسان. دونك غادي نبداو بالطريقة الأولى اللي كنستعمل فيها البيركار، يعني كنحتاج فيها الخاصية ديال التقايس. دونك غادي ناخدو 3 ديال النقط، مثلا النقطة A، النقطة B، والنقطة C. دونك ملي غادي نقولو كل ضلعين متقابلان متقايسان، دونك غادي يكون عندنا الضلع الأول اللي هو الضلع عفوا هو الضلع AB، والضلع الثاني هو الضلع AC. دونك سنقوم بإنشاء واحد الضلع يقابل الضلع AB، يعني سينطلق من النقطة C ويقايس الضلع AB. دونك هنا في هذا البرنامج هذا كاين واحد الخاصية هنايا اللي كتسمى لو كومبا. دونك غادي نضغط على لو كومبا. دونك ملي غادي نضغط على لو كومبا غادي يعطيني القياس ديال المسافة بين النقطتين A و B، مسافة A B. غادي ناخد هاد القياس هذا للنقطة C. دونك هنا غادي يرسم لي واحد الدائرة، وهذه الدائرة شعاعها طبيعة الحال يساوي المسافة A B، الشعاع ديال هاد الدائرة اللي قمنا بالإنشاء ديالها. دونك هنا راها ملونة باللون الأحمر، بدلولها مثلا اللون باللون الأزرق. دونك هذه الدائرة شعاعها يساوي المسافة أبي. دونك لاحظوا هنايا إذا قمت بتغيير المسافة أبي، طبيعة الحال إذا غيرت المسافة بين النقطتين أو بي، فإن الدائرة كما كتلاحظوا شعاعها يتغير، ولكن المركز أنا اختاريت أنه يكون في النقطة السي. لماذا؟ لأننا انطلاقا من النقطة السي سنرسم ضلعا طوله أبي. غادي نديرو نفس العملية ولكن هذه المرة مع السي. دونك غادي نعبرو المسافة السي، غادي يعطينا واحد الفتحة ديال البركار. طبيعة الحال غادي نحتفظو بديك الفتحة ديال البركار، فقط أننا ناخدو البركار نقطة بي وننشئو الدائرة. وحنا في القسم ما كنرسموش الدائرة ككل، كنرسمو فقط قوس، كنرسمو القوس الأولى. دونك القوس مثلا غادي تكون الأولى غي من هنا مثلا بحال هكذا، قوس كنرسمو يعني عبرنا المسافة أبي، عبرنا هاد لا ديستونس أبي، خدينا البيركار في السي ودرنا واحد ناخد الساخ قوس من دائرة، وكنوضعو البيركار هنا وكنجيو كنرسمو قوس. ثم الآن كما كتلاحظو عبرنا المسافة السي، خدينا البيركار لهاد النقطة، النقطة بي، ودرنا واحد دوزيام آرك، هاد القوس هذا اللي باللون الأحمر. دونك هاد القوسين هادو كما كتلاحظو فإنهما يتقاطعان. دونك هذاك لو بوان دانتيرسيكسيون غادي نعطيوه واحد الاسم، هو غادي يسميه، انا غادي غير نوضع هنايا، هو غادي يسميه مثلا دي. دونك الان الى ربطنا ما بين النقط اللي عندي هنايا، غادي نربط ما بين بي و دي، ثم اربط بين بي دي و سي. عفوا، دونك ما هي طبيعة هذا الرباعي؟ دونك غادي نشوفو بلي انه متوازي الاضلاع. دونك الرباعي اللي عندنا هنايا امامنا ا بي دي سي، سي ان باراليلوغرام. غادي نشوفوا الخاصية اللي اعتمدنا عليها، هي خاصية ديال التقايس ديال الأضلاع المتقابلة. دونك إلا عبرنا المسافة بين أ و بي غادي نلقاوها نفس المسافة بين سي و دي. دونك لاحظوا معايا هنايا 5.7. نفس الشيء بالنسبة إلا عبرنا المسافة بين أ و سي، دونك غادي نلقاو 9.13 و بي و دي 9.13. دونك الخاصية اللي ارتكزت عليها هنا لإنشاء هذا المتوازي الأضلاع، دونك لاحظوا دونك دائما المسافة بين A و B تساوي المسافة بين C و D، والمسافة بين A و C تساوي
تساوي المسافة بين بي و دي. دونك هذه الخاصية التي ارتكزتها لآلي إنشاء متوازي الأضلاع هي أن كل ضلعين متقابلين، ضلع بي و ضلع دي سي متقيسان، والضلعين المتقابلين أ سي و بي دي كذلك متقيسان. دونك هذا الرباعي الاسم ديالو هو أ بي دي سي. دونك فيت أتونسيون، ردوا البال للتسمية، أ بي دي سي وليس أ بي سي دي. دونك هذه الطريقة الأولى ديال البيركار. كاينة الطريقة الثانية ديال الكوس، ديال المزوات. دونك غادي نحاول نمسح هذا الشيء كامل وغادي نعاود الرسم ولكن باستعمال الطريقة الثانية. ناخد ثلاثة ديال النقط كذلك كما درنا قبيلة أو بي و سي. دونك يعني عندنا جوج ديال الأضلاع، إلا ربطت ما بين أو بي سأحصل على ديال أ بي، إلا ربطت ما بين أو سي سأحصل على ديال أ سي. دونك الطريقة الثانية غادي نعتمدو على التوازي. دونك التوازي هنا إلا لاحظتو في هذا البرنامج هذا بالنسبة للناس اللي كيخدمو به، هنا كاينة باراليل. دونك نقدر نكليكي هنا على السي ونولي نوط على أ بي، غادي يعطيني واحد الضوات كي باراليل أ أ بي باسون باس سي. إلا وطيت على بي ووليت وطيت على أ سي غادي يعطيني إن دوزيام دوات كي باراليل أ سي باسون باغ بي. دونك هاد لو بوان دانترسيكسيون، هاد لو بوان دانترسيكسيون هو اللي غادي يكون نقطة دي. دونك غادي يكون أ بي دي سي كذلك متوازي الأضلاع، ولكن ماغاديش نعتمد عليها. لماذا سألا أعتمد عليها؟ لأن بغيت نوريك للتلاميذ كيف نقوم بإنشاء متوازي الأضلاع باستعمال الكوس الميزوات ليكير. دونك ناخدو ثلاثة ديال النقط قلنا أ بي سي، نربط بين أ و بي سنحصل على ديال أ بي، نربط بين أ و سي سنحصل على ديال أ سي. دونك الهدف ديالي هو نستعمل الكوس، دونك وبالتالي سأمشي مستقيم عمودي وليس يوازي. دونك غادي نرسمو لا بيربونديكولار. دونك مثلا غادي نبداو بأ بي، غادي نرسمو واحد المستقيم عمودي على أ بي. دونك ملي كنرسم المستقيم العمودي على أ بي، هنا المكان ديالو فين ما بغيت نديرو، المكان ديال التعامد. دونك نقدر نديرو في أي موضع بغيتو أنا، مثلا بوان وي. دونك هنا غادي نشوفو هاد الزاوية هادي اللي عندي هنا، الزاوية بي دي بي دي أو هي زاوية قياسها 90 درجة. دونك واخا غادي نغير لا بوزيسيون ديال لو بوان دي، واخا نبدل لا بوزيسيون ديال لو بوان دي، فإن دائما المستقيم دي او عمودي على المستقيم اب. دونك هنا كاين التعامد. نقدروا نديرو خارج المستقيم، خارج القطع اب بي، ليس اشكال. دونك هاد لو بوان دي يقدر يجي خارج المستقيم، خارج عفوا خارج القطع اب بي. دونك الان سنقوم بانشاء واحد المستقيم عمودي ولكنه يمر من السي، يمر من السي وعمودي على هذا المستقيم اللي باللون الازرق. دونك هنا غادي نحصل على واحد النقطه ديال التقاطع، ان بوان دانتيرسيكسيون هنايا. دونك غادي نسميوه مثلا، نسميه هو اف. دونك الا درنا هنايا قياس ديال هذه الزاويه سي اف دي مثلا، غادي نلقاو كذلك كتساوي 90 درجه. دونك هذا ماذا يعني؟ هذا يعني ان المستقيم سي اف والمستقيم اب بي، المستقيم سي اف والمستقيم اب بي متوازيان. ضوات اب بي هي هذه، مستقيم سي اف والمستقيم اب بي متوازيان. التعريف ولا الخاصيه اللي عفوا اللي استعملناها هنايا، خاصيه هي اذا كان مستقيمان اللي هما بي اف اللي هما اب بي والسي اف، اذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم. دونك هادو بجوج بيهم. دونك غادي نديرهم مثلا هاد لادوات اوكسيليير اللي راها بالزرق نبدلها لا كولور. دونك هاد المستقيمين اللي باللون الازرق ا بي و سي اف بجوج بهم عموديان على نفس المستقيم اللي هو لا دووات دي اف. اذا كانوا مستقيمان عموديان على نفس المستقيم فانهما متوازيان. دونك بالفرنسيه، سي دو دووات سون بيربونديكولير ا لا ميم دووات الوغ ايل سون باراليل. غادي نعاودو التكرار، ولا غادي نعاود عفوا نفس العمليه، دونك القيام بنفس العمليه، ولكن في هذه الحاله غادي سنقوم بانشاء واحد المستقيم عمودي على السي. دونك عمودي على اسي، كذلك نختاروا المكان اللي بغينا، مثلا النقطه الجي. دونك الا اختاريت شي نقطه اخرى هذا المستقيم هذا اللي رسمت، الا بغيت نرسم الزاويه باش نبين لكم بلي ان فعلا هذه زاويه قياسها 90 درجه، يعني انني رسمت مستقيم عمودي المستقيم جي اش. الوضعيه ديالو مع المستقيم اسي، مستقيم جي اش وي، هذا المستقيم هذا كما كتلاحظوا المستقيمان متعامدان، يعني مستقيم جي اش والمستقيم اسي متعامدان. الان سنقوم بنفس الطريقه،
ساقوم باخذ الكوس ديالي، غادي ارسم واحد المستقيم الذي يمر من بي، والعمودي على هذا المستقيم المساعد. دونك هذا المستقيم غادي نبدلو لا كولور، هذا المستقيم هذا نبدلو لا كولور ونديرو مثلا اون فيغ. دونك المستقيم اللي رسمت الان ندير له لون اخر، مش من كولور، نديرو الكحل اسود. دونك هذا المستقيم اللي بالاسود والمستقيم اللي بالاخضر هما مستقيمين متعامدان، دونك غادي نديرو لو بوين دانتيرسيكسيون ديالهم، هو لو بوين دانتيرسيكسيون هنا متعامدين. دي نقدروا نرسموا الزاويه القائمه، دونك اش اي بي، دي زاويه قياسها 90 درجه بطبيعه الحال، لان احنا رسمناها بشكل متعامد، رسمنا المستقيمان متعامد. دونك واخا نبدلوا لو بوين جي، لا بوزيسيون ديال لو بوين جي، اون كونستات كو toujours la droite GH et la droite AC sont perpendiculaires. Donc نفس الشيء، هذا المستقيم الذي يمر من B، المستقيم اللي بالأسود مع هذا المستقيم اللي باللون الأخضر متعامدان، وبالتالي نفس الخاصية، إذا كان مستقيمان عموديان على نفس المستقيم، دونك هذا المستقيم اللي بالأسود مع المستقيم AC بجوج بيهم عموديان على نفس المستقيم اللي هو اللون الأخضر، وبالتالي فهما متوازي. دونك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المستقيم الذي يمر من بي ويوازي أسي يتقاطع مع المستقيم الذي يمر من سي ويوازي أب. دونك نقطة التقاطع نعطيوها واحد الاسم، مثلا هو اسمها جي، إلا ما بغيتش أنا نسميها جي غادي ندير لها غونومي، غادي نبدل لها الاسم نسميوها لو بوان دي. فوالا، دونك يمكننا الآن نربط ما بين النقط أ و بي و دي و سي، دونك سنحصل على بطبيعة الحال المتوازي الأضلاع. دونك هذا الرباعي اللي أمامنا هو عبارة عن متوازي أضلاع أبي دي سي. دونك نقدرو نبدلو مثلا لو بوان أ لا بوزيسيون ديالو، لو بوان بي كذلك، جو بو ديبلاسي لو بوان بي نامبورت أو، فيما بغيت ندير لو بوان بي، جو بو ديبلاسي أوسي لو بوان سي، لو بوان سي، ولكن لو بوان دي جو نو بو با لو ديبلاسي. لو بوان دي ما نقدرش نبدلو المكان ديالو، لماذا؟ لان لو بوان دي مرتبط بلا بوزيسيون ديال لي زوتر بوان اللي هما ا و بي و سي. نقدروا نعبروا لا ديستونس اونت ا اي بي، دونك باش نتاكدوا باللي فعلا داكشي اللي لقينا قبيله هو نفسه، فقط الطريقه تختلف. ما بين لا ديستونس ما بين ا و بي مثلا هنا 6.08، ما بين سي و دي 6.08، ما بين ا و سي 8.48، ومن بي و دي هي كذلك 8.48. دونك دابا عندنا جوج ديال الطرق ديال انشاء متوازي الاضلاع. دونك يا اما قلنا نستعملوا لا ديفينيسيون، دونك ان باراليلوغرام سي ان كوادريلاتير دون لي كوتي اوبوزي سون دو ا دو باراليل، دونك استعملنا لو باراليليزم، او بيان ان باراليلوغرام سي ان كوادريلاتير دونك دون لي كوتي اوبوزي سون دو ا دو ايغو. دونك يا اما تستعملوا البيركار يا اما تستعملوا الكوس، سي لا ميم شوز. انا بالنسبه لي الان الطريقه ديال الانشاء غير مهمه، لان ليس هو الهدف من الحصه ليس انشاء متوازي الاضلاع، ولكن سنستعمله لتعريف مفهوم اخر اللي هو قلنا مفهوم المتجهه. دونك غادي نمسح هذا الشيء، هذا نخليه غير لون تيت العنوان الفاس. انا بالنسبه لي جي ديجا كريي دي زوتي باش نخدم، دونك هادو عناصر انا قمت بالاضافه ديالهم. دونك عندنا بو كونستروير ان باراليلوغرام، معليش نضيع الوقت نبقى ندير كاع ديك العمليات السابقه، يكفي انني غادي نكليكي على ثلاثه ديال النقاط ا و بي و سي مختلفه، والبرنامج غادي يتكلف بالانشاء ديال متوازي الاضلاع اللي سميتو مثلا هنا ا بي دي سي. دونك نقدروا نبدلوا له لا كولور، هذا الرباعي هذا سي ان باراليلوغرام. Je peux faire la même chose, donc on va cliquer toujours à partir du point A et du point B, pour faire un autre parallélogramme. Maintenant, on a ABFE, c'est un parallélogramme. Je peux continuer, continuer indéfiniment, donc give me a breath. ABHG, c'est un parallélogramme. AB par exemple, JI est un parallélogramme. AB LK est un parallélogramme. ABNM est un parallélogramme. ABOP, bien, pardon, ABPO est un parallélogramme. ABRQ est un parallélogramme et ainsi de suite. Donc je peux continuer de façon indéfinie.
Donc indéfiniment, je peux continuer à construire des parallélogrammes toujours à partir du point A et du point B. Donc toujours ces parallélogrammes, ils ont un côté commun, qui est le côté AB. جميع هذه المتوازيات الأضلاع قمت بإنشائها انطلاقا من الضلع AB bien sûr. Donc نقدروا نبدلوا لي كولور كما كتلاحظوا هنايا. Donc هنا مثلا هذا فيغ، هذا نديرو له روج، هذا نديرو له مثلا اورانج، انسي دو سويت. Oui. Donc on a ici des parallélogrammes qui ont le même côté, un côté commun, qui est le côté AB. غير فقط اللي كيهمني هنايا ماشي هو لي باراليلوغرام، دونك غادي يهمني لو باراليليزم اللي كيخرج من لي باراليلوغرام، لو باراليليزم يعني التوازي. دونك جو في كونستخويغ لا دروات AB، هذا المستقيم AB، المستقيم AB الذي يمر من النقطتين A و B. دونك سي اون دروات بيان سور كي باس بار A و B. Donc je peux construire les autres droites qui figurent sur cette figure. Donc c'est pas grave. Donc oui. Donc je peux construire la droite MN. Je peux construire la droite LK ou bien KL. Je peux construire la droite RQ. Je peux construire la droite EF. De même, la droite CD, la droite IJ, la droite OP, et ainsi de suite, la droite GH, et ainsi de suite. Donc, toutes ces droites, je constate que je peux démontrer, je peux démontrer que toutes les droites qui sont sur cette figure que j'ai tracée sont des droites qui sont parallèles entre elles. واللي كيتحكم فيهم هادشي كامل كيتحكم فيهم هو اب بوركوا باسكو كوم فو كونستاتي سي جو ديبلاس سي جو شونج لا بوزيسيون دو بوان بي او بيان جو شونج